لكل منا هواية محببة يقضي فيها وقت فراغه مستمتعا بها. سارة لديها هواية أيضا، هوايتها زرع النباتات والاعتناء بها. جلبت سارة أصيصا فيه تراب وكيسا صغيرا مملوءا بالبذور ومجرفة أيضا. حفرت سارة التراب وزرعت البذور، فأخذت على نفسها عهدا أن تعتني بها باستمرار، فأخذت ترويها كل يوم وتراقب نموها. نمت نبتة سارة وأصبحت سارة سعيدة. هذه هي هواية سارة، وأنتم ما هي هوايتكم؟